قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم نستفيد فائدتين اثنتين. الأولى أن الصوم له فضل عند الله عز وجل وله شأن عند الله عز وجل، فإن الله ما زال يكتبه على أمة بعد أمة حتى كتبه على آخر الأمم، فلم يكتبه علينا فحسب بل كتبه على الأمم السابقة، لأن له شأن عنده سبحانه وتعالى، لأنه عبادة خفية فلا يعلم بها إلا الله عز وجل. فالصوم عبارة عن إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، فمن يعلم عنك نويت هذا الصوم لله أم لا، ومن يعلم أن هذا الذي أمسك عن الطعام أمسك صياما لله ولا حمية ولا إضرابا عن الطعام ولا له مآرب أخرى، فأمره خفي جدا، فناسب أن يكون الثواب عند الله عز وجل لا يعلمه إلا هو، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلفضل هذه العبادة العظيمة ما زال الله يكتبه على الأمم حتى كتبه على آخر الأمم وخيرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الفائدة الثانية أن في هذا تهوين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جرت العادة أن المكلف إذا رأى أن التكليف عليه وعلى غيره فيهون عليه الأمر، يعني لو كلف الموظف دون بقية الموظفين أو الطالب دون بقية الطلاب أو الابن دون بقية الأبناء لوجد ذلك في ذلك ثقلا على نفسه، يقول يعني أكلف دون غيري التكليف فقط علي. فالله عز وجل يعلم ما في النفوس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. فقال لهذه الأمة أن الصوم مكتوب عليكم وقد كتب على غيركم أيضا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.